هذا خلقه كريم قال لي شخصي عند عديس وهو ناكسنتها عظيم مهدي لإلهي لعلى خلق عظيم وإن أخلاق تنفر ليه إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحكم من أخلاق الأنبياء الذين كانوا قبله أنبياء كهو الرئيسي رسوشي كهو الرئيسي وحل وحي أهل الله أها وحل وحي وناكسنا وحي طبيعة على هايين وطنب كل ميين عليه الصلاة والسلام سنة ثلاثة بإلهي قلت المامي لعلى خلق عظيم وحد قصوا أنتهي طبيعة وين بعد قصوا أنتهي عدم بالقلت المامي عظمك معنيه سوى حوالي وشي جملة هوتن وحل وحي وناك جري وطنب خلصتين ويين نبي عليه الصلاة والسلام نبي مرحب هذا هو حوالي وحد أركيسا صفة يسو إنه كدو انتهي صفات كمخلوقان وطنوة كدو انتهي سداء وكدو انتهي وحد وكدو انتهي أزال منه وكهو الرئي وكهو الرئي وحوها أول من عبد الله ووحده وإلهي ابن مدي السقرة وإلهي عابدة نبي أبوه الرئي عليه الصلاة والسلام من يقدر أن ينكر ذلك إلهي المحيي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مسلمين تقوى بان جهري عليهم نبي عليه الصلاة والسلام مفسرين تواوين صدح تفسير بالجريا أنا أول المسلمين إطلاق ولي أردني يا سيدة قبا إطلاق ولي أول المسلمين زمن كما قيدنا أمت كما قيدنا وقت كما قيدنا ومطلق ولي مسلمين أردن يبقوه الرئي نبي عليه الصلاة والسلام سيدة الله قالي عور النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنا أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث أنا وحى أهلي أنبياء ومست عنيق البهريين وحكست النبي حتى النبي أهلم عنيق البهريين بعثي أنا عنيق أبو الضمائية رسول الله يسوى الدراء عنيق أبو الضمائية إن كان للرحمن ولد هذه إلهي ولد وأصب ناره أو لم يكن له ولد أما مسمى ولد الحي سيدة حقيقة أبس فيسيعي فأنا أول العابدين فأنا في جميع الأحوال أول العابدين وروح عابدان عنه وغهر يا خلق الإله أريه وغهر يا روح عابدان إذن كان رسولا قبل آدم عليه أفضل الصلاة والسلام نبي آدم قهر من رسول الله وحبين كان على المتلا النصوص أحاديث صحاحة أيوي مركة كان قبل الخلق خلق جواكه الرئي إظهار كمركة اعتبار ملك أديقا لا شفقية روح الآدم وقت جي النبي آدم بيحي ويقول لنا سيدي ما يقول له الشعي مصنع إله يوم القيامة سيدي ما يقول له عليه السلام ومع ذلك كان أحد انكره يا مجي هدو وفق بنت حتى روح بعد ما تمجرته روح بمرض ما تب لكن ملك روح اللي يقعد مفارقة الروح للجسد روح ده هو جيرك لقب الحياة اللي يقعد جيرك هي روح ده لك أصاري مركين لك أصاري جيرك الوحبة ما عميش هنسكيانه لكن روح ده
أما هو معذب أما هو منعم ما رب ما ليس ولي سيدا ترعدي البع كامل اللي بعد ضي ليه رحي أو روح ذو أما روح ذي عم بيلا تاعي أما روح نصوا صلاة هذا وهوي أي تاعي وحنا ما وقت بينك هذا ما قصوا برامه أو على سب برامه ثم إلى هاي إلى وقت جابون جوجو وحنا روح نصوا مري أو دم ويقطع كل جود وحير حالة الكمال ما إلى هسي روح كلاسة أو أنا قال يا نرم تكاي شلون يروح نصوا مري ما يقطع مركب على غيابه إن أنا كرنا نراهم يا ما حاسب كان كلام نبي يارو وهي عن أشياء أباه وهوه أيام ومشي أستوى عقب بين ما هو عبرة يا نفتي سو عبرة هذه إلى هاي كمان سيء روح لنا أي موش هاي روح لنا أي وحول ما درنا يسوع وحول لو كرتان أي روح ولا تاعي يا أديك كويري روح لنا وحول فهم كرتو وقت جينا صوت أهلي جسد كان لوك هاي هذا اعتباري لكن أنت كور رئيسي جوك تروح لنا حقا جوك النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل من الأصلاف إلى الأرحام صلبيات طاهر أهل كسو وريبتي مركز أرحام تبسو وريبتي نور كيسا يضا لوضع أركايو يو مركب آبهيس دل الدونة مركب لقالوا نور كو وريبتي ودام مركب مركب هو يضا صغب آبهيسا كان دل الدونة مركو علاش هذا كوريه نور بهايان كوريه بتي هايان مركو ويل كذا لدوان عيد شو ويل كان نور بكوريه بتي معروف بيا هاي معروف بيا هاي مركو روحه النور كير إيه نبي النور كيس عليه صلاة وسلام تشبيه ما كان حيا تشبيه ما كان حيا انتقال كحق اللي قلت صوريه بحق اللي وريه وحق اللي تودي له إلهي سواتي ونوش ريئي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إلهي يا ملائكتي سيصلون على النبي النبي قصة لليام من الإله مضارع ما لقى عبرين ما عند لقى ما عبرين مضارع معني سبح قطصير يا دوام يتجدد هرت وصل المستمر أو أن مرنا جوك سنين أو لحظة بعد لحظة بصعنا هيو صلي جنا وحالي إلى هذا هديك وكيما هذا مخلوقة دعاء لي إلى هذا هدو ملائكة كيما هذا استغفار لي إلى هذا هدو إلهي كيما هذا رحمة يا نحريس لي إلى هذا مرك إلهي نحريس تيسا كنت جريسا أي لحظة ملائكتنا استغفارتها إلى بصعتها أي لحظة إلى يوم القيامة ولقد كنتوك سميسو لكن السؤال ما هي متى بدأت هذه ضربة بالعبطين يصلون على النبي بإلهي إن الله وملائكته يصلون على النبي هذا كلام قديم وكلام قديم أزرق وأن حادث كسور تقل الكريم طفق إلي هذا الإسلام بقوة بحي وحيكوتو سنة يسامر ملائكته هو الدرم إلهي سوى الدرم إلهي كلام كيس أزالي قام الله بشيئي أزالي مؤها مركا نحن الله عنا كيبه إيا كسيها إيا كبأ كل قيل أيا وحا كسعودي نبي قلنا حريصة إلهي قلنا حريصة ليا سعودي ملائكة وقرن مركي الأموري وجودك الصابحات مركز سلوك برابطي ورقك تبجوك سن أيها مرك قبل وجودهم أيها النبي قصة لنا لفتي هذا برنانته لكن وقت بيسا ووقت الدنبال الله برابط عندنا تريمج لها بيراته مرك هذه الآية تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الخلق وكانت الصلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم واردة على الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي من الله ومن الملائكة ولقيت سيدا صيحة
وحي كنت صيريسا قديم لما كنت صيريسا وحي كنت صيري حديث كمابك عليه الصلاة والسلام كنت نبيا وآدم بين الطين والتراب نبي ما أهامي أصدق ونوبرا يعيد النحظة وذكجرة نبي آدم أي نبي أهامي نبي عليه الصلاة والسلام إذن محال مثاله روح لكرنا وحمثاله روح لكرنا المجرى نبي عليه الصلاة والسلام وحال ما أنت يسو شيئا إنا ما أقعد الشيء كوينك ضدك أوكلا إنا ما أقعد نبي هو شيئا إنه بشر يهي لكن محو بشر كي يهي محو ساسي بشر كاهي كلام دهي محو بشر كلام دي يهي أعراض البشرية وحبيب دي وحول الدقيق مناكحة دقيق بشر كلام دي إنما أنا بشر مثلك تاسوي يوحى إلي مركوي بشر الدنيا لا وحي هذا لا ما يوحى إلي إذا لم ما هي وهي معناه إنما أنا بشر مثلكم لكن يوحى إلي ولست مثلا أريك وكلمها قفوا لما مركوا إلي النبي أريك وكلمها حي انا بشر مثلكم بشر مثلك لكن يوحى الي عليك امر ما دي قال روحي واكبر روحيانه وحي سدوي وحي سيقانا مدنا معها مقام النبي قال انا لو كنت سومين قول الاغاني انه يا قبل خلق الخلق انت لقومين او دن خلقا انه جيري ولما وحى وهلسا لاجله خلق المخلوق أسجد درات بإسباب مخلوق الله أمي هذا القرآن هو ذاكتين وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وعيلهي إذ ينفذ ديه سماوات كأي أرض ذاكية وحى الله وحى بالسغان أردن يا إلهي إذ ينفذ ديه يا لوفذ ديه أنا قانوي أنا قيل لوفذ ديه يا كسي هرهي نبي عليه الصلاة والسلام يا رأسي هرية معايا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإله عبادتي إذا نؤمن الحكمة حكمة خلق المخلوق جن يا إنس مكلف كعا وحلوه بحكمة ديره سيرة وحي تعي إلى إله عبده حكمة إلهية حكمة داسي معناها هذا التخلف الذي عبادتي إلى إنسان مرنا بكل عن مرة عيسو أو خلق الأنواع وهي إلى هاي بقول ترجع لك أزلك مركا نبي هو عوالي مركي تعالى يا عنوان العبودية وعنوان التوحيد الدور نمر هي عبادة هي توحيد كإلهي عنوان كريم الله قد يضرب أو أتاعن أو مثل كأهوي عليه الصلاة والسلام وما دي كهو سيسي بره الدين اللي يبوه على يدين سخيره إذن تصخير كالنبي كسي وين عليه الصلاة والسلام إذن مرك النبي الدرعان يسبب وحام كم الله أمهيبا وحكا لغا الله مؤمن مره الدين اللي يرى شيء والله سخيره إنا تكون انتفاع على عديك الوقوه إلا إيا الله أمهي هذه مرك النبي الله سخيره معناه يروح لنغانا هيا إنا تحت تصرفه يهين أو أسر الدرعان ديس الإكرام له من الله أمهيبا يكون تصيريسا إكراما له الله أمي بيكتو سيليسا مصر الأمري عبادتي درعات دور بخلق الله أمي أمه النبي أم لقضيه أنا أكرم الأولين والآخرين عند الله أريد أن أنت هرئي أنت الضمبا أريد أن أبكر عبدا إلهي أكتسوه إلهي المبين إن أكرمكم عند الله أتقاك روح أن أبكر عبدا إلهي أكتسوه أو إلهي أو كرامين يا وروح عندك عبسيدة بدن إذا النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله خلق أو دم إلهي أبتسم أو كرام بدن أتقى الخلق ويا خلق أو دم إلهي أبسيديس يوم جاء الرأي كل يقول مركا وحقوصا بحيسا تصغير إلهي جاهنا إنه يهين تحت تصرفه وإكرامه مخلوق دم الله أمي إذا أن وأنا أول وأن لا والله بده مجرته وما صنع صنع الله مطنبه عليه الصلاة والسلام
وحلا وحنا عم بين نقول إيه نقدم هذا وحنا بين نقول إيه إله وإيه يوحنا صاصة قارنوا لكن فما هي مدح النبي عليه الصلاة والسلام وحجار كلام جيران غيرات مخلوق مر رحمة إنه هو أول نواتا سوى الشيبلي آيادها القرآن كان كثير أحاديث رسيدة قليلتون نبي عليه الصلاة والسلام مركي أنك هنون كنك كهر لي وحي مثلي ومثلك كمثل رجل أوقد نار فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه وهو يذبه عنهن وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون مني يقول نبي عليه الصلاة والسلام أرجع يا دين هو حلك من النهي كمثال رجل أو قدنا وقت الرب 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 فوضى اللي يلاه أو حوجا هو هو هي جرا أو كرايل جرا أو أنت بحر أو على صار مرتضب أو صار مفتو وقت جاس أو كليت من دفش طيب أو كليت على من النهي فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه بحر اللي يلاه بحر كتاب الله هراتي بيله بتكل يلاه ذي وبهلا تذكر عن بديها وقول بيا كان حد ويا كان هذا النوع نوع يا أنواع وي فهذا يريك يا يقعد فيه ضبط يكون هذا الأيام أدينك واحد لم يتهم أريد منك ضبط الشتاي على بدا أدينك واحد لم يتهم بهلا دي بالكتاب الله هي أها هي هرتجي اللي يشيء أو ضبط كود على الأيام لم يتهم وهو يذبه عنهم منك ضبط الشتاي وكعب عليه أيام وأنا أخذ بحجزكم قمت على ربي الهيان عارت عن ذلك الهيان وأنتم تفلتون مني أدوك الله يفرح بحصانيسا وكفر بحصانيسا نارت عن ربي الهيسا مركة رحمة ديسا شوف قمت من رحي عليه الله عليه الصلاة والسلام وهذا ربك قد على رأيه وكالتو نقع الهيان عارت عن ربي الهيان ونقع برتاريا رحمة انت أصليك وكالتو غير لك هذه الكلام بجلتو مركة مصدر الرحمة نحريسا إلهي وقم مصدر كودي هي منشئ لا يكمل هذا الهي إذا الاعتقاد كان حرطة وإن وصل الله أبتها إنا النظر وبشر أنه كراهي نبي موهب لبي نبي سيدة أمام وحيبي لك هدلب النبي إن تلا نحقر أرميه سنرى هدلبي تحصل لك في الصلاة يقول ليس كإلهي محيي مخلوق لمدن العرق مهي عند أنا المرمدن المجهدو هدى بركي ونوش لك هيرا ونقود أولا هيرا نبي عليه الصلاة والسلام مخلوق أوئدين وحير بأن نبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وحل وحي النبي آدم قريب وردني بطر قوض عنك أهل المعلم تقيامة فان معهم فان معهم أمسي ولا فخر أعظم من ذلك فان انت كويني لبجي أمبيه رسول صراحة وحونا أكثر قدم ضدك إلها إلى سيد كوضا المبطو فان كوين المتل هو مفارة هذا فان استماع من بين مفارة مدك رمت أهولي آدم ومن سواه نبي آدم هي أنت كالصهر طيب إلا حواية لك أن تصحيحها وحياة ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا وتحت اللواء ولا فخر ما لم تعطي يا مرح وحنبي اللي يريه هذا مجرم رسول النبي اسكو مدوي يمركاسه قلت نبي آدم لقصه بلاره إيه إنتي كالصهرتي وحي إماني تحت اللوائي عني عانتي إذا هوستي إذا إماني حيامي هذا مخلوق وإذن وهذا الصعبتان مركي إما تضبطته إن أمريضه إذن من دمه لو تغيب إنه آدم لو تغيب أو عدر دارنا يوليه يجد بأموارنا يا رب إلهي مهنت بور تغيب كرو إنه لو تغيب أن نبي إبراهيم إن لا يعلم مالين بان كلمة بيقى الشيخي إني سبعين من باني رقالة أني وحوغة وحو شيخ بهم شيخي أصرم يدو دينا باب إيرها وكلمات أجر إيا ثوابني إلا قدتك أيها مركز الآية هي النبي الموسى إن ورنا هي وعليه طوام بان مالين حباري وحوغة يدو وحبار نمبا قليه قليه نمبا قليه وحوغة وحيي النبي النوح لنتك أيها
وأنبان هباري مالي وأن لا تذر على الأرض من الكافر إلا ديار إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ما أنت إلهي به تنكره حضر مليل سأم بيض مركا قدر دارا يعني أنك بحضر مليل وهو الفجور إلا بلعتي سبحان الله سيد الله الصعود الله الصعود مركا الضمبين يا النبي عيسى لو تجاهيا مركا سليه يا نو مليه مقامك مليه مقامك لكن وايدين تلمامي يا النبي محمد آله النبي قال لو تجاهيا ملائك ممقنا أمرية ممقنا جن ممقنا إنس ممقنا وهم الله ما أعرفه كل يقول مركا سليه اشفع لنا عند ربي إله أبتي سنوغا شفاع بان لي وحال الله أركي هدير قولي يا رسول الله اشفع لي روحي هذا قال لي ما انت اصلا قال لي غير هندي انت دي كرا هذا كيف بيا ولي كاسي مركاس ولا مسجود دعايا مركاس الهي الله الله يا لريه يا ارفع راسك ما حاجه قربك واشفع تشفع